السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معكم أخوكم ركان من قناة جيمز هنتر. اليوم جاكم في حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة مونت بليد وارباند. الحلقة هذه رقم 23. أيوة 23. طبعا أشكر لكم مشاهدتكم ودعمكم في كل السلاسل دي، وأتمنى يعني بس الناس اللي يعني قاعدين يصيحون في التعليقات على مونت بليد يعني حاول انك تمسك نفسك قد ما تقدر. القناة هذه ما هي ليك بس، القناة هذه فيها ناس يحبون اشياء ثانية واذواق مختلفة، فلازم تحترم جميع الاذواق وتقدرهم وتحاول انك تكون يعني داعم للقناة في جميع توجهاتها، في الالعاب الاستراتيجية، في العاب الشوتر، في اي لعبة. حاول دائما انك اذا فعلا تبغى تدعم القناة ادعمني في اي شيء انزل، اي شيء انزل حط لايك، حط هذا. برضه انا لو حطيت ديسلايك يعني ما راح ازعل مثلا او اهتم، لا ما يهمني. لايك وديسلايك ما يسوي اي شيء سوى انه يعبر، يعني اللايك والديسلايك هو سلاح ذو حد واحد، يفيدك بس ما يضرك. لما يكون في مليون مليار ديسلايك ما راح يضرني اي شيء، سوى اني انا راح اعرف انه في ناس مو عاجبهم هذا الشيء، وانا عارف ليش مو عاجبهم، لانهم اللي حطوا ديسلايك على الفيديوهات اللي راحت قبل هذا المقطع اللي ما كانت مونتي بليد، كانت ألعاب ثانية، هم ناس من متابعين مونت بليد. وأنا فاهم إنك أنت إنسان متعصب المونت بليد والألعاب الاستراتيجية بشكل عام، وأنا أحترم هذا الشيء. وأدري إنه ما في ناس كثير ينزلون ألعاب استراتيجية وإلا ناس ينعدون على صابع وزي كذا، بس يعني أنت ساعدني إني أنا أنزل زيادة وأبدع زيادة عن طريق إنك يعني ما تقعد، عن طريق حاجتين، ما تقعد تصيح في التعليقات في كل مقطع تكفى نزل مونت بليد تكفى مدري ايش. ليه؟ لانه انت مو لحالك اللي تحب هذا الشيء. والشيء الثاني، حط لايكات لاي شيء انزله انا، اوكي، واللايك يكفي، مو شرط علق يعني، اوكي لايك يكفي ومفضله. بس هذا هو طريقه الدعم يعني، وانا باذن الله اول باول يعني بنزل باذن الله اول باول. الشيء اللي كنت بقوله الحين، بنكمل مسيرتنا. كم الساعة الحين؟ خلنا نوقف البتاع. طيب زي ما انتم شايفين الحلقة اللي راحت احنا اخذنا دستر كاسل، قلعة دستر، وفي شيء سويته بس بدون ما اصور اللي هو ايش، غيرت الحين صرت كل ما ادخل قلعة القى وجهة جديدة. شوف هذه ما ادري ايش قصة امها الاميرة ذي، من انت؟ قلت له انا راكان. قال لي اكيد معروف انت. I want to know if the location may have the honor of knowing who. يعني هذه يعني حريم يجون، عرفت، مديك تتزوجهم، بس انا اوريدي متزوج يعني. في اكتشفت انه في صندوق اسمه تشست، هو تشست يعني صندوق تقدر تحط فيه اغراضك داخل قلعة، كل قلعة فيها تشست مديك تتخزن فيها بتاعك. الشيء اللي سويته اللي هو الوزير تبعي، سويته وزيرة، كان بندق، اخذت بندق وحطيت ديشافي مكانه. ديشافي هذه بنت، وبندق اخذته معي لانه فنان، هو كروس بو وبطران ويذبح في المعركة، فاخذته معي وديشافي خليته هنا. الشيء اللي بسويه الحين، طبعا طلعت على اشياء كثيرة وشفت تعليقاتكم في الحلقة اللي راحت، افادتني كثير صراحة، وقريت برضه في النت عن اشياء انه يعني كيف لما يصير عندك مملكة كبداية ايش تسوي. فاول شيء لازم ترسل المسري، المسري بالانجليزي معناها مرسل، ناس يقولون رسل يعني ترسلهم، رسل يعني قصدي ناس تعطيهم رسالة ويروحون، يقولون للناس الموجودين في كلارديا، منطقة كلارديا، في عالم كلارديا اللي هي العالم اللي قاعد ألعب فيه الحين، يرسلون رسالة لكل ملك يروحوا له ويقولون له ترى في واحد اسمه راكان سوى مملكة اسمها جيمز هنتر ويلا استعد، يعني هذا يعطوه الخبر يعني. فانا ما ادري اذا في عندي، طبعا يقول لك تبي ترسل مين. اول شيء بنرسل رساله للسلطان حكيم لانه هو اهم واحد، ودي احسن علاقتي معه، ما ابغى العب بالنار معه. يقول لك ودي وش تتلهم، وش تبي تقول له؟ فتقول له ذات اي وش تو بوت ماي سيلف اندر هيز بروتكشن از هيز فاسل، تقول له ان انا بصير اميري عندك، ترجع تصير اميري عنده. ذات اي وش تو اكسبرس ماي جود ويل از ون مونارك تو انذر، يعني اني انا والله ترى ودي اسوي معاكم علاقات حلوه، او ذات اي ديكلير وور اوبن هيم اني بسوي حرب معك. فمن هنا تجي عند الوزير اذا تبي تسوي حرب مع دوله، تجي هنا عند الوزير، او انك طبعا تبدا الحرب معه عن طريق انك تضرب
اتوقع احد الجيوش تروح له تقول له اي اي ونت دليفري وماي ديماند، وبعدين تقول له استسلم ولا بجلدك. بس هنا برضو هذه خيارات مجموعة، فاحنا بنقول له ذات اي ويش اكسبريس ماي جود ويل، ابى اقول لك قتل المرسل حقي، روح قول للسلطان حكيم ان انا ترى انسان ناوي خير معاكم ان شاء الله، وانه ان شاء الله كلنا بنوقف انا وياك في المنطقة هذه لنشر الخير فالزعل نضغطها. بيقول لك طيب وي شال يور ميسري، يو شود تشوز يور تراست بات هو از اوسو بسويسف. فيقول له تقول لي اختار طيب من هم اللي تبي ترسلهم. طبعا هم عادة ترسلهم مرافقين، هم المرافقين حقون الكومبانيونز هم ترسلهم، ولازم تشوف تحاول انه يكون عنده مهارة البرسويسف، البرسويشن من شجرة المهارات تبعه اللي هي مهارة ال بنقلي برسويشن بالعربي معناها الإقناع، مهارة الإقناع لازم تكون عنده عالية، بحيث أنه لو مثلا تروح عند شعب جديد أنت علاقتك معاه صفر يقنعه أكثر أنه يصير خويك يعني هذا الشعب. لكن علاقتي مع السلاطين 10، أنا نقاط 10 يعني accepting يعني يتقبلوني، فأتوقع لو أرسلهم أي واحد بيوافقون أنه يعني نكون أخويا مع بعض يعني. يعني نقضت كذا واحد منهم، وغير كذا متزوج منهم انا السلاطين، فممكن ارسل له يعني اطلع برا شويه قبل ما اسوي الحركه هذه واشوف، اضغط بي بعدين اضغط على هنا، بس ما بدينا اسوي توك الا لما نطلع من القصر، نضغط تاب ونطلع من القصر واحنا واقفين مكاننا. اوكي نجي ونشوف بشكل عام هنا يعني صار زي ما شايفين البرسويشن تقريبا ما هي موجودة عندي احد، عندي انا موجود لكن عند المرافقين حقوني ما اتوقع ان في احد عنده مهارة برسويشن، لكن بوريكم وين مكانها. هذه هي مهارة البرسويشن، هذه برسويشن، هذه تشوفونها هذه مهارة البرسويشن، مهارة الاقناع، وهي با يعني مهارة خاصة شخصية بيرسونال سكيل، ما هي مهارة تشمل البارتي كله. لا يقول لك help you make other people accepting your point of view, it also lower minimum level of relationship needed to get NPC to do what you want. اوكي بنمشي عليهم واحد واحد نشوف اذا في احد عنده persuasion، ما اتوقع انا اتوقع اني سويت الواحد، بس ادري من هو صراحة، هل هو مرافق موجود معي الحين ولا مرافق سحب من امنا، ما ادري صراحة، ما تحضرني الذاكرة حقيقة، ما تحضرني الذاكرة، لكن إن شاء الله نشوف يعني يمكن نلقى أحد عنده مهارة برسويشن، إذا ما عنده برسل أي واحد. فا زي ما شايفين برسويشن صفر، بندق سويت انا، سويت صفر. طيب ارسل اي واحد، فيهمني اني احسن علاقتي مع السلطان حكيم. خلنا نرسل له واحد، نرسل له البنت كلثي. Very well I shall send كلثي to the سلطان حكيم to seek recognition. Yes do that. أرسلتها فتطلع منك من البارتي زي ما شايفين اليسار بالكلمة ذي، طلعت كليثي من البارتي وتروح تضف فجأة عند السلطان حكيم تقول له إني أنا يعني إحنا ناس طيبين ما نبغى نسوي مشاكل معاكم، السجناء اللي كانوا عندي 10 كلهم فضيتهم حطيتهم بالسجن حق القلعة، لا تنسوا القلعة ما سجنها غير محدود يشيل بالهبل، فأنا عندي أميرين والثالث هذا برضو تحت الكواليس، جاء جيش برضه حاصر المدينة ذي، حاصر القلعة ذي، جلدت أمه وأخذت الأمير حقهم. أعطيت أمر برضه، جاني أمير غريب هنا برضه من دولة الظاهر كرجة كناتي عفوا الفيجر، وقال بسير فزل، صرت ما أرفض أي أمير حاليا، عندي عيام والأمير الجديد ذا اللي جاء. لو نجي نشوف النوتس فاكشنز، من ضمن الفاكشن صار اسمي موجود كينجدوم، يطلع لك من الفسلس حقك، فهذا هو اللورد الجديد اللي جاني، وهذا كان
هي ذا واز كلوز تو حلمار، فنحاشه ما ادري وين راح، يعني ما ادري طار. قلت له ايش، روح جيب لك جيش وتعال. حطيت امير جديد عقيس الحلقه اللي رايحه كرشته، لاني كنت بجرب لما تكرش ايش يصير. فالافضل انك اي امير يجيك لما تسوي مملكه ما تكرشه، اي واحد يجي تقول له يلا مو مشكله، لانه بيساعدونك، يصير عندهم جيوش يساعدونك في هذا موضوع احتلال المناطق وزي كذا، يفيدوك امير تبعك. واللورد عيام، الامير عيام هذا كان مع السلاطين وطلع جاي عندي، هيز ذا لورد اوف بولجور، اعطيته قريه بولجور انا اللي تابع للقلعه ذي. شوف في جيش جاي لكرجة كناتي. انا بين بينكم يعني ما ودي اطلع من القلعه لانه فيها، لانها فاضي ما في احد، فودي يعني اخلي فيها يعني عدد حراس شويه كذا. بيني وبينكم ما ادري صراحه هذا الشيء ودي اسويه، بس ما ادري هل راح اقدر اسويه او لا. هذا اللي جاء في بالي صراحه. ف بحط الحراس فيها، بحط شوية يعني، بحط فيها عدد 50، بخلي معايا 50 وهنا 50، اوكي تقريبا يعني. اوكي نعطيهم كروسبو شارب شوتر، خليهم 15 بس معانا، الباقيين هنا. حطينا حراس اوكي، الين يعني نوقف على رجلنا. بس بصير كذا تمام، صار فيه حراس اوكي. لازم تحط حراس، ما يصير تخليها فاضية صراحة، وانا بالعدد هذا اقدر ادمرهم سريع مرة، ما راح اقدر اجيبه ولا ودي اتركها. زي ما شايفين، فقاعد احاول ايش، في شيء برضه اكتشفته بالبارتي حقك، لو تكلم اي واحد من البارتي حقك الحين يعني بيقول لك ايش بندق مثلا، لو او تكلم نزار ايه تقول له ايش رايك اني اصير ملك انا، موافق؟ يقول ايه اكيد موافق ومدري ايش، يقعد يمدح. بعدين يقول لك في الاخير، هذا اخر شيء تسأله، يقول ايش رايك تتركني، يعني هو يبغاني اتركه يروح اسابيع قليلة عند الممالك الموجودة هنا، يسبارك يعلم الناس والقرى كلهم واصحاب الدول انه والله واحد اسمه راكان ملك جديد وذا، عشان احذرهم انه ما حد يوقف بطريقك. I assume of course that I would be able to take a certain amount of poetic license with the details. ما ادري ايش، بس قلت خلنا اجربها، اسرح نزار يروح يضف وجهه ويقول للناس ترى في شيء اسمه راكان انتبهوا. فطلع ما ادري هذه هي نفس انك ترسل امسري، هي نفسها نفس الشيء بيسويه يعني ولا لا ما ادري، بس لا، لان الامسري ترسل على دولة معينة يروح يكلمها، مرسال يروح على دولة معينة، لكن البتاع ذا لا ما هو يعني. فما ادري ليش موجود كلمة اندر سيج مع انه ما في احد محاصرها. هذا حيقعد يفر زي كذا، فخلنا نريح شوية، نهين البارتي حقونا. شوف من غير يحوس خايف يجي، صار فيه دخل من دهيريم وتشامور وشاريز. اي صحيح، احنا صار عندنا 3 مصانع حرير، ودستر كاسل جابت لي 200 تكاليف دستر كاسل، هي هو الجنود حقوني صار دستر كاسل. الزبدة قلت التكاليف شوية بعد ما اشتغل مصنع الحرير. هذا مين ذا؟ هذا هو الحين عيام، فزي ما شايفين كيف وضعه. انا ناديتهم قلت لهم تعالوا، فخلنا نكلم عيام. You won't regret your decision to give Bulgore to me. يقول لا ما راح تندم انك اعطيتني قرية بلغور. You can count to me to protect it. يقول تقدر تعتمد علي
اني انا راح احميها، تحميها لحالك يعني بالعصاية. ما معاه جيش ولا شيء. يا حالة I want to end this the campaign and let everyone return home. Wish to ask you something. لأن أنا قلت لهم تعالوا في كامبين، جيبوا جيوشكم وتعالوا. كنت بجرب الحركة ذي. فالأيام جاء، لكن الأمير الثاني ذاك اللي خويه ذاك ما أدري وش وضع أمه صراحة. ممكن تعطيه جيش من عندك، جنود من عندك. I want to end the campaign. ممكن تنهي العملية. خلنا نسأل سؤال. هذا ممكن تقول لي عندي مهمة جديدة ليك. The enemy is coming. I won't need you for some time. You are free to do as you like. ممكن تقول له خلاص روح انت عند مبغاك. بنسوي المهمة ذي لحالنا. او احمي القرية الفلانية. زي لا، هذه تضرب القرية الفلانية. روح اضرب القرية الفلانية. هذه احمي القرية الفلانية. او روح للمنطقة ذي. او follow me، اتبعني. والله الأعداء جايين من جهة معينة، انحاش بالجهة الثانية زي كذا. فهذه أوامر كلها جميلة، لكن ما أدري هو متى بيبدأ يطلع جنود. الحين هنا الكلام زي ما شايفين، طبعا حاطينه بالأحمر، ما أدري ليش صراحة اللون مو حلو، خايس. أسرع مني الوسخ. Kingdom Fast Respond. The Kingdom Vega has not responded to the Kingdom of Nord verification. في مشاكل بين النورد والفيجا الزبدة. تعال طيب. بيسحبني برا هو. فبيني وبينكم انا مش جاني فكرة. لحظة، ايش اذا في امير جاي؟ ممكن تقنع امير من الامراء يجي معاك. فانا ودي اقنع الامير هذا حقهم، حق كرجة قناتي، يجي معاي. عشان كذا ودي امسكه. شوفوا عندنا هنا مندهلير خوي ذا. طبعا السلاطين الحين في وضع سلام. خواف يهرب مني. هنسلم على ذولا. I hear that you renounce your allegiance to the Manor. سلطان حكيم اتفلسف، قول سمعنا انك بطلت من السلطان حكيم، مدري ايش. ايه بطلت، عندك شي؟ فرزت مندهلير. فنبي نشوف المشاكل بين الفاكشنز. بيني وبينكم ودي اطلع جيش ثاني، وهذا اللي بسويه. فوش بسوي؟ بخاطر شوية. ايه بخاطر، باخذ الامر معايا. اوكي حقونهم، خلي يبلونهم يشربون ميتهم. حتى الحراس باخذهم، قصدي المساجين ذولا ببيعهم. وبسلم الزلايب ذولا كلهم، ونحط الشارب شوتر كلهم بالجرسون. ممكن مرافقين عادي يقعدون معاي. سويدن انفنتري خلك هناك، وانتم تعالوا معاه كذا. تمام، مانت ارب. بس فخختها بالهذا وبطلع. خلنا نكلمه. You have bested Noyan but you cannot defeat us all. طبعا ايش؟ ب
بقول له طيب اجتمعك بيس وذ كرجة كناتي، ممكن تقول له بسوي سلام على كرجة كناتي. There is something I would like to discuss in private. I would prefer to conduct our affairs it in open. فما هو خايف مني الحين، اني قليل عددي، هو 36 وانا 22. ف انت بتسوي سلام مع كرجة كناتي تضغط هذا الزر، الشيء اللي انا يعني ما ادري ودي اسويه الحين، بس بنفس الوقت ما ودي اسويه، ما ادري صراحة. خلينا نجرب نضغطه. I am in no position to offer something. You must speak to سنجار خان. لازم تروح تكلم الملك حقهم. الشيء ذا صراحة ما ودي اسويه، هو بيحاصر القلعة ذي، هذا اللي ابغاه. هو ما ايش، خليني اوريك اصبر شوي. شوف اللعبة كيف، عشان بس يجي. تعال تعال تعال، ايوه welcome back friend. رجعت كنثي. انهزلت اصنع كيم ميرلي ريفيرز تو يو از راكان وميتنج اني تايتل. This does not constitute recognition of your right to rule. يقول ما قال لي السلطان حكيم رد على رسالتي، بس ما قال الملك راكان، قال راكان بس، ما هو معترف اني انا ملك. تعال تعال يا كلب. شعب مسخرة، شعب مسخرة. طيب يعني رهودكس كروس بو هم بينظفون كل شيء صراحة. واحد هنا قاعد يطاردوه. هذا وش العلم اللي عليه ذا؟ يكون هذا هو العيام. ايه هذا عيام قاعد يحارب معانا. والله طلق عليه، جابوه جابوه جابوه. والله كروس بو جامدين صراحة. شوف من وين يطلقون، يا ساتر. ما راضين يأخرون بجيش من الخايس ذا، تعسناهم جيش. انحاش الأمير حقهم، ناخذ منهم أسرى لما ما يمدينا. حلو، رجعت كلثي تقول سلطان حكيم يعني شايف نفسه. ما معترف فيني الزراب ذا، هذول هم طبعا سريعين مرة. طيب خلنا نشوف ايش يقول بندق جاي. يقول I hear that you have got Nizar spinning poems to justify your asking to the throne. I can't say I approve brother. If men fight for a king it should be because they know they are going to get something good out of it, not because they have taken a licking تو سيري سونج. يقول يعني انت مرسل نزار يروح يسوي شعار، هو قال اني بروح المجالس حقت الامم واشعر عنك وعن حكمك العادل وزي كذا. يعني بندق ما عجبه الوضع، يقول لا هذا مو شيء، ما ادري ايش دخل امه صراحه. بس قلت له اوكي، هذا هو نالدار، نالديرا ما ادري ايش قصه امه. to end the campaign. follow me.
I'm sorry, I need to attend my own business at the moment. أما إيش ذا الأمير ذا اللي أقول له تعال يقول لي I'm sorry. أمحق أمير. طيب ودي أجيب جنود زيادة أعزائي المشاهدين. نعم هذا اللي ودي أسويه الحين، فشكلي بترك هذه أو أروح أسوي سكاوت أنا والأمير عيام. شوف عيام جاء لكن هذاك ما جاء، ما معانا إلا جندي واحد. فعيام مطيع، خلنا نروح جمور نبيع لهذا وما نطول يعني لأنه قلعة ما فيها كثير ناس. في رانز بروكر هنا، خلنا نبيع له السجناء الخايسين اللي عندنا. اوكي بختار عنده مهارة برسويشن، بنطور له هي بعد شوية. مانت ارمز اكل، ما راح يكون عندي اي شيء غير الخبزة دي، خنبيع الخرابيط هذه. لارج باك وفر، لا هذا خليه. نبيع الأشياء اللي ما نأمها داعي. يبغالي أطور مهارتي في القيادة عشان أركب الزفت ذا الخيل. أعطونا أعطونا أكل زيادة. الظاهر إن عندنا يطور الحين، لا ما عندنا يطور، عندنا يطور بس المرافقين. والله خلنا نعطيه برسويشن ذا، نصير نرسله بعدين مرسال. ايش السالفة؟ اوكي الولاء ممتاز. حلو، ودنا نشوف ودنا بجنود زيادة اعزائي المشاهدين، فبخاطر بروح بعيد. بس لا لا ودي اشوف ايش فيه في كرجة كناتي، وش عندهم الحين. ودنا نزرف القرية ذي عليهم، معايا ثلاث امراء من امراهم. اوه هذول هم قاعدين طاردوني، ايه قفطونا كلنا. طيب حلو، ثلاثة جيوش جايين علي. Don't attack me, surrender. Is there no way to fight? Stay your hand. There is something I must tell you in private. We will fight until the end. لا أحد يهجم. مية بيجون، بنشيلهم ان شاء الله كلهم على يدي ان شاء الله. شفت كيف؟
100 كلهم بنصفهم ان شاء الله. حظها ما قاعد تجي فيها، شوف كيف نزل على بطنه. مجزرة تعال هنا، وأعلن من اللي باقي. بس كروس بو موقفهم في مكان، فأنا قاعد أحاول أستفز كرجة كناتي. شوف تطلع طلع طالعين بجيوش كثيرة، شلت منهم ثلاثة الحين، 100 وشوية. أبى شيء منهم لين يطلع الأمير حقهم، آخر واحد الظاهر يطلع الأمير. يلا كينج أوف ذا هيل يا بابا، أنا كينج أوف ذا هيل، ملك التلة، ما حد يقدر ياخذ التلة دي. شوف دعسناهم كلهم، بس الحين يبغى لي ايش؟ اروح اجيب الجيش الثاني حقي. مات واحد بس، الامير مجروح، هم 104 75 مات، 24 وندد، بقى 11 بنهجم عليهم مره ثانيه. كلنا ما احنا متركين احد. يعني شعب مسخره ما له اي داعي صراحه. ابى احارب لين اخر قطرة دم، يعني ما ماني موقف معاهم. رول فخر، لا تخليه يروح، لا تخليه يروح. دايما شايفين طاح، طاح الخيل حقه مات خلاص، راح فيه. ايه دام طاح الخيل حقه خلاص. نحاش الملك حقهم، وعفوا الامير حقهم، وامير ثاني مسكناه، وهم ثلاثة امراء. اوكي بناخذ اغلى شيء عندهم هذا، مسخرة صراحة، شعبهم مسخرة. وعددنا 40 الحين، شلنا ثلاثة جيوش لكرجة قناتي هجمت علينا. بنستمر النحاش. اوكي ما نبي ناخذ شيء عشان لا يزيد الوزن. هذا غسلان نيان الزبدة، بنروح عند قلعتنا. شفت جسسنا عليهم، اكتشفنا ان عندهم يعني جيوش طالعة بالهبل. بس بنرجع لقلعتنا بسرعة، اتوقع الحين بنقابلهم. بس خل نريح هنا القلعة وندخل نشوف ايش فيه. ما في شي، طيب بننام شوية هنا. عشان نريح الجيش حقنا، لحظة لحظة، خلنا
ما نبغى نسوي كامبين الحين، انا احس بيجيبون جنود صراحة. فخلنا ندخل لورد هول ونقول الامير ده خلاص في كنسلنا الكامبين الحين. I want to end this campaign. Yes, yes, we need to end the campaign. Yes, we no longer need all our forces here. On second thought, it will be better to stay together for now. Yes. طيب. I have new task for you. قول له انت لحالك روح، ما عاد نبغاك تجي معانا. انا اتوقع هذا الشيء يعني انه بيروح يسوي جنود، ما ادري والله صراحه. بيني وبينكم ودي اطلع احارب منهم زياده. شوف لا زي طاي يتابعني ذا النوب ذا، لانه يمكن عشان المارشل ببيع زياده من هذولا. الرانزم بروكر اللي هنا صار عندي 4 أمرة من كرجة قناتي معايا، 4 أمرة. كيف الحال؟ الأكل خل نبيع الأغراض اللي عندنا ذي مع 1300 العلة ذا. أوكي الارو، جيب جيب الارو. الا بيع امها بس. فالحلقة هذه هادية شوية، لانه ما ابغى درعم فيها صراحة. ودي ازرف قريتهم هذه ابو 40 دي، ودي انحاش من هنا اروح اجيب بسرعة جنود واجي. بس ما ادري يعني هل هذا الشيء الحين ممكن ولا لا. ودي اجيب من هنا جنود، ولا ابغى اجيب جنود، ابغى جنود. فعشان اسوي شيء زي كذا اعزائي الحلوين، وسلم على ذا شضع ام. خلينا نشوف قريتنا ذي بالقور وش وضعها. كرود فالنتير كرجت، انا اجي كرجت، ما ابغى قوات الكرجت انا ذي. يعني بيني وبينكم بنزل الجيش حقي هنا. اوكي نروح في رحلة عشان اصير سريع برضو، ما يمسكني ادخن جيش لاني سريع مرة. الله عاد بخاطر شوية، لازم اخاطر. اترك قريتي واترك قلعتي، اجيب جنود واجي. ان شاء الله ما يصير شيء، ان شاء الله ما في احد بيجي من دول الخايسين ذولا. اميري الحين باند السجون تقومون علي، وصلنا اميري وما في احد. هذه ايه هذه مغارة زرف، هذه ما فيها ابن امه بيجي مني. طيب ما مشكلة.
هذا بين جريدد هذا ان شاء الله. واحد هذا كلها زرفتها قرضي صعب يعطوني شيء. سبع سويديان ركروت بيجون دوتيمنتهم سيرو جاك التب. طيب خلينا نشوف هنا خمسة سويديين حلو ودي اجيب سويديين بالهبل. ان شاء الله الفاقر ما يعني كرجة كناتي ما يجون. وانا بنمر على جيمتشي جيمتشي بجيب منها 25 سويدي بضغطة واحدة لانها تحب القرية ذي. نروح نشوف شوف كم بيعطوني جيمتشي انا لي علاقة سابقة معاهم. اما ثلاثة بس 40 ليش افا جيمتشي افا وين اللي كانوا يدعموني ما بيعطوني شيء ذولا. طيب نومار قاعدين نجمع جيش عزام شيتين بأسرع وقت. نزلت صار ليفل 4. طيب اربع سويدين كم عندي الحين 32 في ناس لفلو واحنا ماشيين لفلو. رهود اقسم كلهم كروسبو 17 سويدي ميليشيا نبغى زيادة نبغى زيادة نبغى زيادة. ابغى كراس بو انا ابغى سويدي شو اسمه دار هودكس. ستة لانه ما راح اقدر زي كذا الا اني اجيب جيش اسوي جيش جديد ما في الا كذا عشان اخليه يحرس هذا واخذ الجيش الاصلي حقي وراح العن ابو جد الكرجة كناتي الحالي. صار في دخل الحين صبغة سويدين في سبعة سويدين يا سلام. اخر شيء قلع هذا ها ها اثنين سويدين رهودكس والله ما جاء الا 13 السويدين 13 و17 العدد 51 فهذا تشايد ما ادري ذا طيب حلو هذا مشي. ويلكم باك فرند رجع نزار. لاست اي هاف فاوند يو I've been outspending the word about your claim and I'm now ready to rejoin the company. حلو طيب رجع ما حد بيجي هنا. طيب الحين نرجع نبى نشطف هواها او عين السويدية ناخذ سلاطين ان شاء الله ما يجي احد على قلعتنا اللي تقريبا فضيت الجيش كله فيها. بين جريدت قاعدين يضربون قريتي فخلنا نرجع الحين خلنا نرجع بعدين ان شاء الله ما يضربون القلعة هذه مخاطر كبيرة قاعد يسويها هنا. بس شسوي يعني حسبت انا الامر اللي معايا يعني بيطلعون جنودهم بنفسهم لكن طلع لا مش كده قاعدين يضربون القرية حقتي مو مشكلة اهم شي لا يضربون القلعة. وقفوا ما معاه صار يضربونه وقفوا يمكن طلع لهم الامير ذا الخايس حقنا ذاك الثاني مع انه ما فيه جيش ذاك الامير يعني. مشكلة اللعبة وشو ان القرية هذه الحين اخذوها السلاطين حلو الركروت اللي فيها حقون كرجت ما هم حقون سلاطين هذا اللي قهرني في اللعبة دي. يعني صح حتى المنطقة دي كانت حقت كرجت اوكي انا معاك بس يعني الى متى حتقعد حقون كرجت خلاص قضينا على الكرجت. بس بيني وبينكم
هذا شيء واقعي ترى، هذا تلمزان. يمكن واحد يجي يقول وش واقعي، ها حلو حلو الأمير. هذا وش الأمير ذا؟ Your village is under attack. في كلب هنا قاعد يضرب القرية دي. كروسبو كلهم، كلهم فوت من السويدين. نزلت تطور. بنعطيه هذه، بنعطيه يا طويلين العمر والسلامة. الله ما ادري ايش اعطيه صراحة. بنعطيه برسويشن. اوكي لحظة شوية. الأمير ذاك صار عنده جيش، صار عنده 28، بس انه يعني ما ادري ايش قاعد يهبب بصراحة. بنزل الكروس بو ذولا من السويدي ميليتشيا. اوكي والفوت ما نخلهم هنا. باخذ وحدات جامدة إمانة أرمز، خل نلفلهم. أنا الفترن كروس بو تعالى. اتوقع كذا اقدر ادعس امهم. من الزلاب هذول هنا. واحد 40 و60. والله ما ادري صراحة يمديني عليهم ولا لا. خل نطب عليهم. الغريب انهم واقفين ما نحاش ولا شيء. يو هاف 130. اما سكان القرية ايه. طيب خشوا يا هذا، خشوا كلكم. الانفنتري خلكم واقفين هنا الله يهينكم. وفاير اتول وستاند كلوزر. خلي سكان القرية الزلايف ذول يدخلون. ابن الحلال حشرات. يا اخي انا بقرا قسم بالله، حاط الصور على الدم. مملوك. طبعا انا جاي بتشكيلة خايسة من الجاي شوية، ابغاهم يتدربون يعني.
دعستهم. أرتشرز 15 كبير 18 مات مني 11. اللي ماتوا هم فوت من سويدين، ايه جايب قوات قايسة، انا ابغاهم يتدربون عشان يكسبون خبرة بسرعة. المزارعين 19 ماتوا منهم، وهم المنوب هذول 49 مات، 11 مجروح. ونحاش الامير حقهم، ولا انحرقت القرية. فطورت الجيش النوب اللي معاي ذا، شوف صار مانت ارمز على طول. فيكسبون خبرة حلوة. سيد النايت حلو. فا يعني معك حبش هنا. كافو عيام صار معاه جيش، سرانيد ركروت، سرانيد فوتمن. حلو كافو. هذا الجيش حقه خلني اعطيه من عندي انا. المانا تارمز حقوني كلهم عشان ايش يقفون معاه صح. و كروس بو الثلاثة ذول يدربهم، و نايت اثنين بس. خلنا نعطيه امر بقول له ايش، انتبه للمنطقة ذي، باترول اراوند بلقور. ايوه خلك هناك حول بلقور، حول قريتك، لا تقعد تجيني هنا. حلو امسكه. كرجة كناتة يبغون 1300 دينار عشان يرجعون تولوج نويا. لا والله ما في. شوف انحاشون والله حسبه. تعال هذا طبعا جيش الامير عيام، احنا قاعدين ايش نبني الجيش، نبني البتاع. الكروس بو شغال شغال. ما حبيت اتركه ينجلد صراحة، طب عليه جيشين قلت خنف زعله. نمرن السيف حقنا. مات منه خمسة هو خويه، هم 60 ذبحنا منهم 50. الله من باقي خمسة الحين قوات بنخش عليهم كلهم.
شوف واحد انا قدام منهاش. الله السويدين صراحة منهم. كفو كفو. Your turn now just in time راكان. يقول ما راح انسى انك ساعدتني زي كذا ومدري ايش. اكيد بساعدك. شوف خليك تنجلد. ورس نطور اللي عندنا وزي كذا. جيشي لازم يريح الحين. نمسك الخايسين حقونهم. الجيشين اللي جو هنا قاعدين تمنعنون دعسناهم اثنين. رولف لفل. طيب فمفهي انا في الحلقة دي صراحة. انا قاعد احاول اوقف الجيش اوقف الدولة على رجلها. ما هو سهل انك تسوي شي ذا. يبغالك اذا جبت الجيش تطوره وزي كذا. وفيلم هندي يعني. والامر هذول اللي معايا ما هم يعني سهلين انك ايش توقفهم على رجلهم. وبنفس الوقت لازم تعرص ان القلعة يكون فيها حراس وهكذا. فبنام في القلعة شوية عشان الدم حق الجروب حقي يرجع.